نظمت وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة باللجنة الوطنية للطفولة الورشة التوعوية بعنوان صوتي مسموع بحضور الخبير الدولي لحقوق الطفل من وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة بما فيهم طلبة ذوي الإعاقة، وذلك في نادي شريف العواضي للأطفال والناشئة. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سعادة السيدة إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. رحب فيك سيدة إيناس، ولو تحدثينا عن أهمية هذه الورشة التي تم عقدها. نعم، نمسي عليكم بالخير ونشكركم على الاستضافة. الطفل بالنسبة لنا محور عملنا، ومن هذه المنطلق تم تأسيس اللجنة الوطنية للطفولة اللي تعمل وفق أسس ومنهجية علمية كلها من أجل الطفل اللي يعتبر نواة مهمة في الأسرة والمجتمع ولازم نسمع صوته ومشاركته. هذا يؤكد اهتمام الحكومة الموقرة بمصلحة الطفل ورعايته وحصوله على كافة حقوقه. على هالأساس انطلقنا من دورنا في إشراك كل الأطراف المعنية بالطفل والعمل على رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل واحتياجاته. نعم. تم توجيهنا من قبل سعادة الوزير لتنظيم ورشة صوتي مسموع للأطفال على مدى يومين بالفئات من العمرية من 7 إلى 18 سنة لتعريف الطفل بحقوقه الأساسية بأسلوب تفاعلي وحيوي، بالإضافة إلى أخذ آرائهم ومشاركاتهم للتأكد أن هل يعرفون حقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمشاركة والحماية. ما شاء الله أقدر أقول أن مشاركات الأطفال جدا ثرية تأكد على وعي الطفل البحريني ومعرفته بحقوقه. نعم. والنقاش كان جدا ثري، وخرجنا مجموعة من التوصيات المهمة اللي تصب في مصلحة الطفل. طبعا نفس الورشة جات بمشاركات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الوطنية والخبير الدولي لحقوق الطفل الذين أثروا التفاعل مع الأطفال المشاركين وبالتأكيد راح نحرص أن مخرجات هذه الورشة راح يتم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027. نعم. سعادة السيدة إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.